عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد من قناة دكتور محمود إريطان. يا دكتور، طفلي ما بياكلش كويس، عايزة حاجة تخليه ياكل كويس. طفلي مش بيركز وعايزين حاجة تزود التركيز وتزود الانتباه، وفي نفس الوقت طعمها جميل وطعمها الطفل يحبه، مش مجرد فيتامينات بطعمها الطفل ما يحبهاش. عشان كده النهاردة هنتكلم عن دواء بطعم الشوكولاتة وبطعم البرتقال. أيوة، دواء بطعم الشوكولاتة وطعم البرتقال بيحتوي على حديد ومجموعة من الفيتامينات، حوالي 9 فيتامينات فاتحة للشهية وبتتغلب على الإرهاق والضعف العام والكسل. كمان ممكن الدواء ده يتحط زي نظام صوص على الساندويتش او اي حاجة الطفل بيحبها، عشان بتسهل للام ان الطفل ياخد جرعة الدواء، وفي نفس الوقت بتدي الكفاءة المطلوبة وبتدي كمان التأثير المطلوب للطفل لعلاج الانيميا وفتح الشهية بدرجة كبيرة. النهاردة هنتكلم على مستر بير بلس بالشوكولاتة وكمان بطعم البرتقال. مستر بير بلس من الأدوية المميزة جدا اللي نازلة حديثا في سوق الدواء المصري، اللي موجودة بطعم الشوكولاتة وطعم البرتقال. الميزة هنا ان المستر بير شوكولاتة أصلية، وبرتقال برضو يعتبر برتقال أصلي، طعم جميل وطعم مستساغ. كمان بيحتوي على نسب كويسة جدا من الحديد لعلاج الأنيميا وعلاج الدوخة والدوار عند الأطفال والهبوط وزيادة التركيز. كمان مجموعة من الفيتامينات اللي بتفتح الشهية زي النياسين والبنتوسينيك أسيد وفيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين B1 وB2 وB6، مجموعة من الفيتامينز اللي بتخلي الطفل ياكل بصورة كويسة وبصورة سليمة. وكمان في نفس الوقت لو الطفل مرهق او في ضعف او في كسل او عنده انيميا، في مشاكل نقص في مستوى الهيموجلوبين في الدم وفي دوخة ودوار ومش بيركز كتير في الدروس، او هو طفل مش عارف يجمع المعلومة كويس، فمستر بير بلس من الأدوية المميزة جدا. الجرعة بتاعتها هي 10 سنتي مرة كل يوم بعد الفطار، وبتتاخد من امتى يا دكتور؟ بتتاخد من عمر 3 سنوات فأكتر، من عمر 3 سنين فأكتر بيتاخد جرعته 10 سنتي مرة في اليوم بعد الفطار. طيب، لو انت عايزة تجيبي نكهة الشوكولاتة، وممكن ان انت تحطيها على السندوتش، تاخدي حوالي يعني معلقة الاكل وتاخديها من مستر بير بلس بالشوكولاتة وتوزعيها على السندوتش كأنه زي نظام الطفل ياخد سندوتش صوص بالشوكولاتة، في نفس الوقت هيبقى حاجة مفيدة للطفل وحاجة مغذية للطفل يتحط على أي أكلة، وفي نفس الوقت الطفل يستسخى ويبقى مقبولة عند الطفل وفعلا طعمها جميل وطعمها مستساغ. زي ما قلنا في منها طعمين، نكهة الشوكولاتة ونكهة البرتقال، هو عبوتين 160 ملي عامل 70 جنيه و 400 ملي عامل 140 جنيه، وسعره أي نعم غالي شوية ولكن فعال جدا وبنكهة مميزة جدا، وزي ما قلنا من عمر 3 سنين فأكتر، 10 سنتي كل يوم بعد الفطار، ممكن تتحط على الساندوتش أو أي وجبة الطفل بيحبها بأمان. هيعالج الأنيميا عند الأطفال، هيعالج الدوخة والدوار، هيزود التركيز والانتباه، هيتغلب على الإرهاق والكسل والضعف العام، هيقلل التشتت ويزود الانتباه. كمان هيقلل الاعتماد على الفاست فود، والطفل هيحب ياكل اكل البيت وهيقلل الفاست فود، وفي نفس الوقت هيبقى غذاء صحي متوازن للاطفال، وده الطفل بيمشي عليه من فتره من شهر لشهرين بيجيب نتائج فعاله ونتائج متميزه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.